السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نسوي الدائرة الكهربائية حق المشروع اللي في كتاب الهندسة. إن شاء الله صمم الدائرة التالية، متكونة من مصباحين ومفتاحين، وعندنا مقاومة واحدة مع المصباح الأول، وعندنا مفتاح الأساسي لللمبتين كلهم، وعندنا البطارية، وعندنا 3 أميترات. يلا ننتقل على البرنامج مالتي سيم. خلاص نوخر هذا على جنب، ما لكم دخل طبعا في هذا تبع تسجيل الفيديو يعني. طيب أول شيء نطلع اللمبة الأولى هذه، ونطلع معها المقاومة بجنبها، المقاومة الثانية بهالشكل، نحطها هنا، ونطلع بجنبها المفتاح من هنا من السويتش. ناخذ المفتاح العادي، طبعا احنا الآن في مستوى المفتاح العادي، وبعدين نطلع اللمبة الثانية، طبعا موصلات على التوازي بهالشكل. اللمبة الثانية ما في بجنبها مقاومة، بس على طول تروحون ناخذ السويتش اللي هو المفتاح، ونحط المفتاح S2 هنا بهالطريقة. بعدين عندي المفتاح الأساسي بهالطريقة، نحطها هنا. وبعدين عندي جهد البطاريات، وين البطاريات؟ نروح على السورس، هنا السورس مكتوب سورس اللي هو مصدر الطاقة، وأحط البطارية هنا. طيب الآن أوصل الدائرة الكهربائية على التوازي، وبعدين على المفتاح، وبعدين على البطارية، وبعدين أضيف الأميتر. في الطريقة إني أضغط على المفتاح على اللمبة، وأروح إلى الطرف اللي هنا اللي هو المعين الصغير، وأطلع السلك بالطريقة. طيب وأشبكه على المفتاح هذا الأول، وبعدين أروح للطرف الثاني لللمبة وأشبكه على المقاومة، وبعدين أروح للمقاومة وأشبكه على المفتاح الثاني، عفوا الأول، وبعدين أطلع من المفتاح الأول وأشبكه مع المفتاح الثاني، وأروح المفتاح الثاني بهالطريقة وأشبكه مع اللمبة، وأطلع من اللمبة وأشبكها على المفتاح بهالطريقة. أو نخليها هنا مثلا أحسن. وبعدين طرف المفتاح الثاني هنا أروح وأشبكه على البطاريات. طبعا البطارية مايلة غلط، المفروض إني أخليها بهالشكل. أيوة عادي تقدرون تميلونها، بس إحنا هنمشي نفس الكتاب. وبعدين نشبك البطارية مع السلك هذا، شوفوا طلع لكم اوريدي شكل العقدة، لأنه السلك تفرع إلى سلكين، لأنه عندي مسارين، مسار اللمبة الأولى ومسار اللمبة الثانية. طبعا نقدر نرتب شكل الأسلاك بهالطريقة عشان تطلع نفس الكتاب، ونقدر نرتب شكل السلك بهالطريقة عشان يطلع نفس شكل الكتاب. حلوين. إذا عندي اللمبة الأولى، المقاومة الأولى، لاحظوا إنها شوي مرتفعة عن اللمبة، سو حرفع شوي اللمبة طقة كذا خفيفة، بس كشكل عشان يطلع أرتب بس، وله ما له علاقة أبدا بالحسابات ولا شيء. طيب أيوة خلاص صاروا على خط واحد. إذا عندنا اللمبة الأولى، عندنا المقاومة الأولى، وعندنا المفتاح الأول X1 R1 S1. بعدين عندي اللمبة الثانية، وبعدين عندي السويتش الثاني اللي هو المفتاح الثاني، وبعدين S3 اللي هو اللمبة الثانية. طبعا مثل ما هو موضح لكم في الكتاب انه الجهد حقنا هو عبارة عن 10 فولت، فانا اضغط على سوري هنصغرها شوي، بس طقها بسيطة. طيب فانا اضغط على الفولتميتر بهالشكل، أضغط عليها وأغير من هنا وأقول إنها عبارة عن 10 فولت. طيب الآن هحط الأميترات عشان يحسب لي التيار الكهربائي بهالشكل. طيب هحط الأميتر هنا عند الفولتميتر بهالشكل. طبعا لازم يكون عندكم الأميتر عكس اتجاه التيار. انتوا لاحظوا البطارية الآن من الموجب للسالب، من الطويل للقصير، يعني من الموجب للسالب، يعني التيار ماشي بهالطريقة. الأميتر لازم يكون عكس اتجاه التيار عشان يطلع لك التيار بالموجب. إذا طلع لك في السالب، بس اللي عليك إنك تسوي له فليب. طيب نسحب هنا أميتر ثاني، بما إنه التوصيل على التوازي في التيار اللي هنا غير التيار اللي هنا، عشان كذا أحط 2 أميتر، 1 2.
طيب الآن نشوف إيش طالب مننا في الكتاب. طيب مثل ما تلاحظين هنا في الكتاب عندنا لا إله إلا الله، طالب منك عدة متطلبات. يقول نفذ التالي: افتح المفتاح S3. ماذا تلاحظ؟ مع إغلاق المفتاح S3 و S2 أغلق المفتاح S1. ماذا تلاحظ؟ اشرح ما تلاحظه. مع إغلاق المفتاحين S1 و S3 أغلق كذلك المفتاح S2. إذن هو يبغانا الآن مجرد أن احنا نلعب في المفاتيح، فكل اللي علينا الآن أن احنا نروح إلى الدائرة حقتنا نسوي لها رن. ما عليكم طبعا من الرسالة تطلع لكم هنا، طنشوها. طيب سوينا لها رن، الآن أنا حابة أغلق المفتاح S3 يعني أسكره. لاحظوا أن اللمبات ما أنضاءت، حابة أوخر هذا شوي عشان تشوفون اللمبات كيف تضاء بهالطريقة. طيب برضو بعد شوي كذا. نسوي لها رن ونشوف ان اللمبات ما انضاءت بهالطريقة هذه. ليش؟ لان المفتاح حق هذه وهذه مولعات يعني مفتوحات، فانا بقوم باغلاق المفتاح S1. لاحظوا المفروض انه يشتغل التيار. طيب انا بقوم باغلاق S2. لاحظوا انه اللمبة اشتغلت. ليش اللمبة الثانية ما اشتغلت؟ لأن المقاومة اللي هنا بجنبها 1 كيلو أوم، وهذه مقاومة مرة كبيرة، فهو في الكتاب قايل لكم حطوها 10 أوم عادية من دون كيلو أوم، يعني هذه تقريبا 1000 أوم. فبالتالي حضغط على المقاومة أنا وأحط من هنا، طبعا أخر هذا شوي، أحط من هنا 10 أوم. شوف الآن ولعت عندي اللمبة الأولى. طيب لما أنا أطفي المفتاح أي أفتح المفتاح، لاحظوا أنه اللمبة شو يصير فيها؟ تنطفئ. نفس الشيء لما أشغل هذا المفتاح لكن أطفئ المفتاح الآخر، لاحظوا أن اللمبة إيش فيها؟ تنطفئ. طيب لو أنا شبكت كل المفتاحين وأضاءوا المصابيح بس سكرت عندي المفتاح الأساسي هذا، لاحظوا أنه المصباحين كلهم انطفئوا لأنه هذا قطع لي التيار الأساسي اللي جاي من هنا. طيب قبل ما أحل أنا هذا السؤال حابة أكمل هنا. لما يقول بعد إيقاف المحاكاة غير قيمة المصدر من 10 فولت إلى 20 فولت واغلق المفتاحين S3 وقت ما تلاحظه حول المصباحين. هذا جدا جدا مهم. خلاص نروح على المالتي سم. أوكي نروح على المالتي سم. هذا جهد البطارية حقتنا، نسوي أوف طبعا، نغيره ونخليه بدال ما هو 10 نخليه 20 فولت. خلاص بهالطريقة هذه نحطه 20 فولت. طيب نشوف الآن إيش راح يصير معنا في اللمبة لما نسوي رن. لاحظوا الآن معاي اللمبة الثانية انطفأت وراح السلك اللي في الوسط، يعني إيش صار؟ اتحرقت وانقطع السلك اللي بالوسط. صح لما تحترق اللمبة ونفتحها ونشوف ايش صار، تلاحظون ان السلك اللي جوا اللمبة مقطوع. فهنا 20 فولت واللمبة تتحمل فقط 12 فولت، ففي لود مرة عالي على اللمبة، فاضطرت اللمبة انها تحترق او ما تتحمل الجهد اللي القي عليها، فبالتالي احترقت اللمبة. فنكتب الملاحظة الأولى: المصباح احترق. طيب طبعا مصباح مين؟ X2. طيب ليش مصباح X1 ما احترق؟ ليش؟ لأنه بجنبه مقاومة R1، فبالتالي جهد البطارية 20 فولت مو كلها رايحة على اللمبة، فبالتالي ما احترقت لأن الجهد تقسم على البطارية، عفوا على المقاومة وعلى المصباح، فبالتالي ما احترق عند المصباح. طيب لو كبرنا شوي الجهد الزيادة وخلينا مثلا 40 فولت، راح نلاحظ أن حتى اللمبة الأولى احترقت بوجود المقاومة. فأتمنى أنكم استوعبتوا هذه الفقرة كويس. فإذا أنت تحتاجين مثلا جهد مرة عالي في الدائرة الكهربائية وما تبين تحترق لمباتك، فالمطلوب منك أنه إيش؟ فالمطلوب منك أنك تحطين مقاومة، بحيث المقاومة تأخذ جزء من الجهد وتعطي الجزء الثاني للمبة ولا تحترق عندك.